حزب التجمع الوطني الأحرار كيأمن بأنه ما يجمعنا مع الإخوة في العدالة والتنمية هو برنامج حكومي، وأيضا هي شراكة على مستوى الحكومة. لكن صحيح أنه بين الفينة والأخرى كتظهر بعض البوادر ديال بعض الأزمات أو بعض الخلافات حول قضايا، ربما أنها كتوصل لمستويات اللي ربما نقدر نقوله بأنها يعني كتمس بال يعني بال بال بالشراكة اللي تكلمت عليها سابقا. ولكن إلى رجعتي للكرونولوجيا ديال الأحداث غتلقي بأنها دائما كانت مرتبطة بتصريحات ديال الأشخاص، وهاد الأشخاص في الغالب الأغلب كانوا كيكونوا من شركاء ديالنا من الإخوة في العدالة التنمية، واللي مرتبطة ربما ببعض المشاكل اللي كيعرفوها ولا اللي كيعيشوها. ولكن التجمع الوطني الأحرار بقى وفي البرنامج الحكومي اللي كيشتغل به داخل كيشتغل به مع الحكومه باش ان شاء الله نوصلوا له، وايضا وفي علاقاته اللي كتربط سواء بين الفريقين في البرلمان، باستثناء هذه الخرجات الغير يعني اللي شخصيا داخل التجمع الوطني الاحرار ما كنتفهموهاش. نعطيك مثال، انه مباشره بعد الانتخابات الجزئيه اللي عرفتها الاقليم ديال المضيق تيخرج قيادي اللي هو معروف، وتعتبرنا باننا حزب الكارتيلات وحزب المال الحرام، وكيعتبرنا ايضا باننا حزب المترفين. ملي كترجع للدلاله ديال المصطلح ديال المترفين كترجع للقران الكريم تتلقى المترفين اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، بمعنى فيه واحد مستوى كبير من يعني من الاساءه ومن التحريض. وطبعا داخل التجمع الوطني الاحرار داكشي ما قبلناهش، وقلنا بانه حينما تكون تصريحات اشخاص مهمين ينتمون الى الامانه العامه يجب ان تكون التصريحات يعني مسؤوله وتلزم التنظيم ككل. ففي كل مره كنا كننبه، ولكن التجمع الوطني الاحرار بقى كيشتغل، اولا حريص على انه العمل ديالو يؤديه داخل الحكومه، وفيما كتكون شي خلاف راه كننبهوا له، وكننبهوا له بالشكل اللي خصو يتنبه. اللي كيقول بانه كاينه حرب انتخابيه هو اللي عنده الهاجس انتخابي، انا كنعرفك على من كتكلم، من يقول هذا الكلام هو اللي عنده هاجس انتخابي وهو اللي كيفكر في الانتخابات. حنا ما يجمعنا هو البرنامج الحكومي، وطبعا تجمعنا الاعراف المتعارف عليها في العمل البرلماني وفي العمل السياسي عموما. اتفق معك، هذا الكلام اللي قلتي صحيح ونبهنا له، وقلنا حينما يكون هناك خلافا او تكون هناك يعني امور اللي ما متفقينش عليها نردوها للاغلبيه اللي حنا موقعين على الميثاق ديالها. ولكن ملي يخرج لك واحد تا ما بك ما عليك، تيخرج لك واحد في منطقه معينه وبدا يسب فيك طولا وعرضا، والمشكله انه في بعض الاحيان ما كتعرفش علاش، فقط لانك قررتي انك تشتغل، قررتي انك دير اعاده الهيكله ديال الحزب، قررتي انك يكون عندك حضور اقوى في المشهد السياسي، قررتي انك تمارس السياسه بشكل جديد. هذا هو اللي كيخلي هاد التهجمات اللي كتكون طبعا انا شخصيا كنظن بانها نابعه على التخوف من فقدان واحد المرتبه داخل المشهد السياسي. ولكن راه في التجمع الوطني الاحرار حنا هادشي كنعتبروه كله يعني جزئيات. العمل ديالنا هو الخدمه ديال الشان العام، العمل ديالنا هو نبقاو اوفياء للتحالف الحكومي، هو اننا نبقاو اوفياء للبرنامج الحكومي، وما تسجلش في اي مرحله من المراحل بانه التجمع الوطني الاحرار تملص من المسؤوليه ديالو ولا ما قامش بالعمل ديالو او لا خان الشركاء ديالو. قبل من هذا الموضوع نتكلموا بعدا على الموضوع ديال التجار، لان السبب هو الموضوع ديال التجار. الموضوع ديال التجار كان اجتماع ديال المكتب السياسي، كتعرف في الاونه الاخيره المكتب السياسي قرر بانه ما يعقدش اجتماعات المكتب السياسي ديالو في الرباط. بدينا كل مره كنعقدوا اجتماع المكتب السياسي خارج الرباط، والهدف هو اننا نتلاقاو بالمواطنين. المكتب السياسي ما يبقاش يعني كينفذ القرارات ويتداول في امور كبرى تهم الحزب وتهم الوطن من الرباط، اللي نخرجوا. فعلا كانت التجربه ديال بني ملال، كنا في ازيلال في العالم القروي، كنا ايضا في طنجه، كنا في الناظور ودرنا ملتقيات كبرى مع الشباب ومع الهيئات ديال الحزب وتداولنا في القضايا كلها. في الناظور في المكتب السياسي كان نقاش قوي محتدم، يعني نقدر نقول لك بانه كان هذاك الاجتماع المكتب السياسي من اطول الاجتماعات، لانه
اشتغلنا تقريبا واحد 5 ولا 6 ديال الساعات. كان النقاش هو انه كانت بان الحكومه اساءت التقدير، اساءت التقدير في الملف ديال 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 التجار. اولا في القانون المالي ديال سنه 2015 حينما اعطي يعني الاذن للاعوان ديال الجمارك انهم يمشيو للطرقات على مستوى طرق السياره وبداو يعني يقوموا بالعمليات الروتينيه، مع العلم باننا حنا كنعتبروا بانه في دولتين بحال المغرب اللي عندها استقرار سياسي وعندها استقرار اقتصادي المفروض ان هاد اعوان الجمارك خصهم يكونوا في النقاط الحدوديه. جوج هاد العام هذا دخلت الرقمنه ديال الفواتير. طبعا كان نقاش مجتمعي، والنقاش المجتمعي غير مؤطر لانه الناس كانوا كيحسوا في لحظات معينه بانه حقوقهم غادي تضيع، وبان وهذا راه مخيف، راه منظومه اقتصاديه متكامله كانت قاب قوسين او ادنى انها تريب. ففي المكتب السياسي قلنا بان الحكومه اساءت التقدير، وحنا ملي كنقولوا الحكومه راه كنقولوا حتى التجمع الوطني للاحرار، راه ما كاينش شي حكومه اللي رجل هنا ورجل هنا. قلنا كاين اجراءات عاجله خصها دار. اولا خصنا نردوا الوضع ما قبل سنه 2015 وبشكل عاجل. خص الناس اليوم، خص هذوك الاعوان ديال الجمارك يمشيو للنقاط الحدوديه. هذه المساله ديال الفوتره خصنا نعطيو التضمينات الكامله للتجار بانه سيتم العمل بالنظام السابق. ثم نمشيو للاجراءات الثانيه اللي شنو هي؟ هي معالجه هذا سوء التدبير ولا سوء التقدير اللي دارت الحكومه في قانون الماليه. اما نديروا قانون ماليه تعديلي او لا نعدلوا اذا كان ممكن. وهنا اللي كنا كنتمنوا انه يتفتح نقاش مجتمعي، لان هنا غادي نعرفوا كنعطيو امكانيات لتجربتنا الديمقراطيه وتجربتنا السياسيه انها واش كاينه امكانيه ديال الرجوع على مدونه الضرائب ونديروا تعديل عبره. وهنا راه كاين قرار ديال المحكمه ديال المجلس الدستوري اللي كيقول ممكن انه نعدلوا في مدونه الضرائب بدون انه ما نمروا على 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 قانون الماليه. دونك هذا النقاش اللي كنا كنتمنوا انه يتطور وينضج ويتعمم ما دارش هذا الشيء. هذا عاد كنقولوا المرحله الثالثه هي ان الحكومه مطالبه انها تفتح قنوات عاجله مع هذه الفئه ديال التجار. والا انتبهتي يا الاخت مريم، قبل من هذا الموضوع هذا حوالي بشهرين كان عندنا سؤال في البرلمان هضرنا على هذه الفئه ديال التجار الصغار، وقلنا للحكومه انتبهوا راه هناك منافسه غير شريفه مع واحد المجموعه كبيره جدا كتنتمي لدوله اجنبيه، باش ما نذكرهاش عاوتاني بدا يتقال راه التجمع الوطني الاحرار كي كذا، اللي الان غزات الاحياء الشعبيه ولات كتنافس هذوك التجار يعني البسطاء. حنا كنعرفوا الدور الاجتماعي اللي كيقوموا به، تيشتغلوا 17 ساعه، كيقوموا بواحد الدور كبير، تيكريديو للناس، تيكونوا يعني جزء من الحياه الاجتماعيه ديال المغاربه. وحنا في نهايه المطاف كنا مغاربه كنعرفوا ذاك البقال الدور اللي كيلعب في المجتمع. ما عندهمش تغطيه صحيه، ما عندهمش تقاعد، ما عندهم حتى حاجه. تخيل، انا كنعطي هذا المثال هذا الاخت مريم، تخيل بحري بحار كيخدم في الصيد الساحلي اولا في التقليدي، داك اللي بتي باطو اللي هذاك دوك الفليك الصغار، اليوم بفضل البرنامج ديال المخطط اليوتيس عنده تغطيه صحيه وعنده تقاعد وكيتخلص على وليداته. واحد رجليه على الارض، هذاك راه باقي رجليه على الماء، واحد رجليه على الارض وخدام وعنده مدخول معروف ويشتغل وعنده محل وعنده باتونت وما عندوش تغطيه صحيه وما عندوش تقاعد. قلنا اللهم ان هذا منكر، هذا الشيء خصو يتعالج، والحكومه مطالبه تجلس مع هاد الناس هادو في كل الاجراءات سواء كانت منها اصلاحيه اللي باغيه دير مستقبلا. تفاجئنا عوض ما نصب النقاش على هذيك المساله اللي قلت لك، تفاجئنا برساله من طرف وزير الدوله المفروض انه عنده مهام كبرى يشتغل عليها، خصوصا اننا بلاد اللي كتعرف تطورات حقوقيه كبرى. صاحب الجلاله كيعاد الملف هذا بشكل مباشر. كنا كنتمنى انه العمل يمشي في هذا الاتجاه، فاذا به كنتلقاو في هذيك الرساله. طبعا حنا ما عندناش الوقت باش نضيعوا الوقت في دبج الرسائل ديال اخر الليل. شي واحد من الاخوه ديال المكتب السياسي تطوع واجاب، وكنظن هذاك الموضوع راه بالنسبه لنا منتهي. في التحالف، وطبعا حتى شي واحد ما ضربنا عليه يدنا باش ندخلوا للتحالف. هذه قرارات اتخذت في المجلس الوطني وكان نقاش قوي داخل المجلس الوطني ودخلنا الحكومه، ما كاين اشكال. ولكن واش راضيين على الاداء؟ هذا هو السؤال. انا اعتقد بان الحكومه تقدر تعمل اكثر من هذا الشيء اللي كتعمل الان، تقدر تعمل اكثر. وهذا الشيء كننبهوا له، تنقولوا حذاري من ضياع الزمن الحكومي. هذه مسؤوليه. المغاربه ديال اليوم ينتظرون امور انها تغير الحكومه. حنا مازال غاديين في هذا في هذا في هذا في هذا في هذا الاتجاه هذا. كنتمنوا انه ان شاء الله نقدروا نتوفقوا الحكومه بشكل جماعي انها تقدر
تغلب، خاصة أننا نمشيو في الاتجاه ديال أننا نسرعوا في الورش الاجتماعي، خاصة أن صاحب الجلالة في الخطاب على ما أعتقد ديال عيد العرش كان أكد على هذه المسألة بقوة، لأنه بلاد بحال المغرب اللي عندها استقرار اجتماعي مطالبة باش تكون عندها امباكت سوسيال، نطاق اجتماعي، ومطالبة أيضا باش تسرع الأوراش الاجتماعية باش العدالة الاجتماعية المنسوب ديالها يرتفع داخل المجتمع. كنظن بأنه الحكومة لحد الآن تشتغل، ولكن الأداء ماشينش الأداء اللي كنا كان يعني داخل التجمع كانت محاولة. المسؤولية السياسية تقتضي أننا نقولوا كلام يعني كلام اللي يكون مسؤول. فأنا كنظن بأنه زعيم سياسي إذا كان داخل الحكومة ولا خارجها فهو مسؤول بشكل مباشر. نقولوا كلام اللي يجود ويحسن من العمل ديال الحكومة، نقولوا كلام اللي يكون عبارة عن مقترحات اللي تقدر تزيد، وماشي غير نقولوا كلام، ديروا أفعال أيضا، لأن مسؤولية لأن مشكلة السياسيين في المغرب يتحدث ولا يفعل. نتمنى أنه تكون مبادرات في الاتجاه هذا، نشوفوا القطاعات اللي كنشرفوا عليها. أنا ما غاديش نقول اليوم إلى جيت نتكلم على التجربة ديال التجمع الوطني الأحرار غيتقال مصطفى بيتاس يعني كيزوق المشاركة ديالو في الحكومة، ولكن كنشوفوا شنو تعمل على مستوى التطبيق ديال الخطة ديال الإيمرجونس في الصناعة والتجارة. كنشوف مع العلم بأننا نتبهنا تنقولوا قطاع ديال التجارة والتجارة الصغرى مازال خصو مجهود وخصو عمل، والسيد وزير مولاي حفيظ العالمي هادشي واعي به وغادي يدير مناظرة في أبريل اللي أكيد غتكون عندها توصيات اللي غادي تطبق على مستوى الفلاحة والصيد البحري. اليوم تنشوفوا بأنه الشهادات ما بقاتش كتجينا من بلادنا ولا كتجينا من الشركاء ديالنا، الاتحاد الأوروبي تنويه كبير بالاستراتيجية ديال مخطط المغرب الأخضر وبالمخطط ديال اليوتيس. صحيح أنه حنا يعني مرتاحين للعمل اللي كنقوموا به داخل الحكومة، ولكن في نهاية المطاف راه ما غاديش نمشيو عند المواطنين نقدموا لهم حصيلة الوزراء ديالنا فقط، سنكون مجبرين ومطالبين من الناحية الأخلاقية ومن الناحية السياسية أننا نقدموا لهم الحصيلة ديال هذه الحكومة. هذا هو يعني النضال اللي تنضلو يعني بشكل يومي وبشكل دائم باش انه تكون نتائج، خاصه على قطاعات واحده اخرى. لان نعطيك مثال بسيط اخت مريم، بل ان كاين كلام على العالم القروي والصعوبات ديالو، راه العالم القروي والصعوبات ديالو حذاري اننا نمشيو نربطوها كلها بالقطاع الفلاحي. راه في العالم القروي هناك سياحه وهناك صناعه تقليديه وهناك ايضا تجارة صغيرة وهناك أيضا قطاع ديال العقار وهناك إسكان. الغياب أو الاستقالة أو الرجوع ديال الاميناجمون تيريتواري إعداد التراب الوطني هو اللي خلى القطاعات اللي عندها رؤية وكتشتغل في مواجهة مباشرة مع المتطلبات ديال الساكنة القروية. وزارة الفلاحة حينما تشتغل وكتدير البيريمتر إيريغي يعني المدارات السقوية وكتدير الفلاحة وكتدير الدعم ديال الماشية والكسيبية لغير ذلك، ولا تقريبا هي اللي كيتوجهوا لها المواطنين في العالم القروي. ولكن يجب ان تكون عندنا داخل الحكومه رؤيه استباقيه ديال اولا لاميناجمون تيريتوار، يعني اعداد التراب الوطني، شنو بغينا من العالم القروي، شنو الوظيفه اللي بغينا يلعب. انا كنظن الحكومه الان استقالت من هذه المهمه هذه، يلا ولات كدير الاسكان. وانا ما نتسماش عاوتاني كنجاوب شي واحد اللي حين قال لي الحكومه منخوره ولا ما منخوره، حذاري من القضيه. ايضا قطاع الصحه يجب ان ننتبه لهذه القضيه، نبهنا لها، تنقولوا بانه اليوم يعرفوا تراجعات خطيره جدا. المطالب اليوم اننا نمشيو في اتجاه ديال انه على الاقل هذه القطاعات الاجتماعيه تكون حاضره بقوه وتكون حاضره بواحد الشكل اللي فيه يعني كثير من الحكامه، ونقدموا يعني خدمه جيده ولا في مستوى معين من الجوده للمواطنين. هذا كلام من السابق لاوانه. شوف انا نقول لك واحد القضيه، حنا حزب وطني يشتغل حتى إشكال مع تحزب، حتى حزب من الأحزاب السياسية الوطنية اليوم التي تشتغل، وحتى إذا كانت تأسس أحزاب سياسية واحدة أخرى لا أعتقد إذا كانت تحترم الدستور والقانون إحنا ما عندنا حتى إشكال. صحيح إحنا ممثل قوة حزب الوسط أو حزب يعني التيار الوسط في المجتمع، طبيعي في الإيديولوجية وتمشي لجميع الدول ديال العالم في الديمقراطيات الوسط يحبذ أن يكون عنده تحالفات مع الوسط ولا يعني نسبيا مع اليمين ولا مع هذا، ما كيهمش. اللي كيهم اليوم هو يجب ان نتفق على الاولويات اللي خصها اليوم نشتغلوا عليها. يجب اليوم الحكومه ان تقدم خدمات اجتماعيه في المستوى، يجب على الحكومه ان تطور مناخ الاعمال،
يجب على الحكومة أن تكون عندها القدرة في تحمل يعني تحمل القرارات السياسية ديالها. مش نشوف من يوقع اختلال نهربوا للقدام ونبداو نصيفطوا في الرسائل لبعضياتنا. لا أعتقد بأنه هذا حد معين وحد أدنى. ملي كتوفر هاد الشروط ما كيهمش شكون هو الحزب اللي غادي يكون. الاتحاد الدستوري اولا هو واحد من من من, من الاحزاب اللي كانت عندنا معها واحد تجربه التحالف تجربه سابقه للاسف ما طولتش كانت حوالي سنه او سنه ونصف. فاش دازت الانتخابات ديال 2016 مع المجيء ديال السيد رئيس عز اخدنوش قلنا بانه حزب الاتحاد الدستوري اللي فيه واحد المجموعه ديال القيادات اللي كانت داخل التجمع الوطني الاحرار قبل التاسيس محتاجين اننا نطوروا في التجربه اللي درناها ودخلنا في تحالف جديد على مستوى الغرفه الاولى. اللي نقدر نقول لك اليوم بكل مسؤوليه بان التحالف مع الاخوه في الاتحاد الدستوري هو تحالف متين عكس ما يقال في الصحافه، وهو تحالف مثمر، وهو تحالف كنظن بانه غادي يكون مقدمه لربما لتقاطبات سياسيه كبرى ان شاء الله في البلاد. علاش؟ لانه داخل الفريق الواحد الاخت مريم الواحد الذي يتكون من حزب واحد كاين خلافات. نعطيك امثله كثيره داخل البرلمان اليوم وكنسمعوا وتنقراو في الجرائد وكذا وكذا، فما بالك انت كتجيب جوج ديال المكونات كل واحد منهم يعني عنده واحد توجه ايديولوجي معين، كانوا جوج الرؤساء، كانوا ممثلين داخل مكتب مجلس النواب، كانوا رؤساء اللجان، وكتجمعهم داخل فريق واحد وكتبغي انه يعني ما يتكلم عليك حد، ما يقول لك حتى حد. انت راه الاختلافات ولا الخلافات البسيطه التي كانت في بدايه التجربه كلها نقدر ناكد لك اليوم بانه تجاوزناها بشكل الحمد لله كبير، والفريق اليوم يشتغل بنفس جد ايجابي، والحمد لله وصلنا لواحد المستوى ديال الانصهار وكنعالجوا القضايا ديالنا بشكل يعني توافقي جماعي، سواء الاخوه اللي كيمثلونا داخل مكتب الرئيس او السيد رئيس الفريق او الاخوه اللي كيتراسوا اللجان. نقدر نقول لك بانها تجربه جيده جدا وستستمر، وهذوك الناس اللي كيبقاو يكتبوا بانه كاين خلاف ما كاين خلاف ما كاين حتى خلاف. اللي كان هو انه المجلس الوطني الاخير درنا فتحنا النقاش حول تقييم هذه التجربه، والاخوه بعد نقاش طويل عريض فضل السيد الرئيس انه هو يشوف الامكانيات المتاحه لتطوير هذه الشراكه. هادشي اللي كاين، لان مجلس المستشارين كانوا كيشتغلوا من سنه 2015. منين جا السي عزيز في 2016 لقينا بان الفريق على مستوى الغرفه الاولى، الغرفه الثانيه كاين الفرق مشتغلين ما يمكنش يحلوا الهيئات ديالهم ويمشيو، ولكن ان شاء الله في ابريل هذه الامكانيه مطروحه في النقاش. لكن ما ننسوش بان الغرفه الثانيه راه الفريق ديال الاتحاد الدستوري ما كاينش غير الاتحاد الدستوري بوحدو، فيه الحركه الاجتماعيه اللي حتى هي شريك ديالنا في الغرفه الاولى، ولكن كنظن بانه ان شاء الله حتى في الغرفه الثانيه غادي يكون نفس التوجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.